اخوتي اخواتاتي، راني عاد غادي مع هذا الشارع. كما قلت لكم هذا الشارع هذا يوصل لحي المجد. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. منين غادي نوصل غادي نصور لكم تما ان شاء الله. منين نوصل غادي نصور لكم حي المجد، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو حي المجد كما راكم تشوفوا، تبارك الله ما شاء الله، يعني حي نقي بزاف، وكاينين هنايا الفيلات الديور، يعني كل شيء جديد في هذا الحي. والشوارع يعني ما شاء الله، يعني الشوارع نقيين يعني. وحدا هذا الرومبوا وقدام هذا الرومبوا كاين واحد دار الثقافة كانوا بناوها، ولحد الان يعني مازال عاد يكملوها، رغم عاد مازال يكملوها الدار الثقافة. وهذه قاعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذه القاعة جات أنفاف، هذه القاعة جات أنفاف لشارع الوفاق. شارع الوفاق جاي في حي الرحمة قريب لحي المجد.
وهذه دار العجزة كذلك جات في حي المجد. وتبارك الله ما شاء الله كما قلت لكم، يعني حي المجد حي راقي حي نقي، ودارين فيه الجرابي تبارك الله، والشوارع نقيين، وكاين هنايا الديور، كاين الفيلات، وحي كبير بزاف. وكذلك هذه قسم فضاء الأسرة في حي المجد. وهذه كذلك مركز المرأة في وضعية صعبة في حي المجد. هنا هذا الجامع وهذا الديور أنفاس الطريق اللي توصل للسعيدية، الطريق الجديد اللي توصل للسعيدية وتوصل لكافي مول. المهم إلا مشيتني شان مع هذا الطريق غادي نخرج الطريق اللي غادي توصل للسعيدية والكافي مول. وهنا كذلك الديور تبارك الله، الفيلات، يعني كل شيء مليح في هذا الحي، أنا عجبني بزاف. خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، ونتمنى تكتروا اللايكات وتبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا بزاف لكم، والله يحفظكم ويبارك فيكم. وتحياتي وسلامي لجميع المتتبعين من بلد المغرب، من طنجة للقويرة، داخل الوطن وخارج الوطن. وتحياتي لجميع المتتبعين من كل الدول العربية الشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، وما ننساوش جميع الأمازيغ في جميع أنحاء العالم. وبالسلام عليكم، وإن شاء الله في فيديو قادم.